خلكن سوريا قامشلي حياني درعا وبانياس ورقة حلب حما أم جفر حياني ور ريزو سلاف وبشقيرية جبوني وان خبات كار شورش قراريتكن في البداية أنحني إجلالا وإكبارا لشهداء الحرية والكرامة في سوريا من قامشلو كوباني رقة عفرين تيل درعا سويدا حلب حمص كل المدن والسورية أخوتي أخواتي بالنسبة لحزب الباس الذي جاء بانقلاب عسكري منذ عام 1963 لحد الآن اليوم نحتفل عم نحتفل بذكرى 65 لجلاء المستعمر الفرنسي من أرضنا سوريا الحبيبة لكن صار لهم 48 سنة بيحكموا برحبتنا بيهدموا بيوتنا بيتموا أولادنا عجبا أين الديمقراطية أين حقوق الإنسان أين الدول المساعدة لحقوق الإنسان 48 سنة حزب واحد وينادون قائد واحد حزب واحد بدنا نقول كفى قائد واحد كفى حزب واحد دستور جديد قانون جديد مجلس شعب جديد حرية لكل سوريا من جزيرة للشعب ورئيس جديد أخوتي الأعزاء تظاهر تعامل النظام مع المظاهرات الجماهيرية بشكل وحشي للأسف ما تحمل النظام ما تحمل كلمة من أبنائنا من أخوتنا بدرعة يوم اللي قالوا بس واحد واحد شعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد ما تحمل هالكلمة ما بده يكون شعب السوري واحد بده يكون طوائف أقليات قوميات لا نحن بصوت عالي بدنا نقول واحد 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 شعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد سلمية 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 ما بدنا طائفية ما بدنا طائفية ما بدنا طائفية ما بدنا طائفية أخوتي أخواتي إن النظام يعيش أزمة سياسية عميقة لا يمكن الخروج منها إلا بتغيير بنية النظام إلا بتغيير بنية النظام بدي بحكم ممثل الكلمة ممثلة عن أحزاب الكردية لا تخسوني إنه بكل تأكيد بدكم تكونوا متضامنين مع أخوتكم اللي كانوا اللي استشهدوا ب 2004 و ب 2008 اللي كانوا بس بيحتفلوا بعيد نوروز بشوارع قامشلي قتلوهم ليش بدكم تحتفلوا بنوروز بشكل سلمي مثل ما كانوا اخواننا ببانياس وبدرعا كانوا بيعملوه شهيد نامرة شهيد نامرة شهيد نامرة شهيد نامرة شهيد نامرة شهيد نامرة شباب الوطنية شباب الوطنية شباب الوطنية شباب الوطنية في حي البنيسية في حي البنيسية في حي الدرعوية في حي الدرعوية اخوتي باسم الاحزاب الكردية بسويد نطالب بما يلي بشكل مختصر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والسماح بعودة آمنة للمغتربين السوريين وإلغاء كل القرارات المغادرة 2 إلغاء حالة الطوارئ
هو القضاء الاستثنائي وطي ملف الاعتقال السياسي، إجراء تحقيق عادل وشفاف بصدد أعمال القتل والعنف بحق المتظاهرين المسالمين ومحاسبة كل المسؤولين، إلغاء كامل المادة 8 من الدستور السوري وتبعاتها، وضمان فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصولا لصياغة دستور سوري جديد يصون كرامة الإنسان أولا وأخيرا. براو خشكن عزيز از چند گوتن آب کردی بیشم ام وید پارتی و هیزن سیاسی کرد لسوریه ام ببراین خانی خلکن رقا و درعا و سویدا خوینا خلکن رقا یان کو ای لدرعا یان ای بانیاس یان ای حلب یان کو ای لاتقیه خوین خوینا مایجی ام ملو باورن او خوینا زلالی گورجاندن و رژیم دکتاتور رژیم ایباس او رژیم گو انسان وک انسان ناسناکه همبری خواه دبری درقا دبری درعا دبری بانیاس دبری لاتقیه ده خوینا خلکن ما ای کرد ملت کرد لقامش ده لعفرین لکوبان رژان او رژیم دب خوین او رژیم دوین محکمه ببه اف رژیم دوینی تسلیمی دادگهن ای مافن مروا ببه جبر وینا ام بدنگ کی بلن ام بزمان عربی امی بیش هر وها بکردی عاشت سوریا حرا دیمقراطیا بیجی سوریا وکوی دیمقراطی براتی المجد لشهداء الحرية والكرامة الوطنية سر بلندائي وبرزائي جبوني شهيدا ارومة شرف لسوريا سروبر يا تحية الى الصامدين في وجه الدكتاتورية سلاف جبوني او كسن لهنجن لسوريا ادجي دكتاتورية كارو خباتتكن سباس ونهربجين حلو 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 طيب بشار الأسد مردري بشار الأسد مردري بشار الأسد مردري بشار الأسد مردري